صافي كتشوفوا هذا الشيء اللي درت هكايا ها، وخليوه حتى كيبرد الماء، ملي كيبرد كتشربوه كاس قبل من المور الفطور وكاس من المور العشاء، كثر ليا من المور العشاء. شنو نقول لكم؟ من المور العشاء ملي كنكونوا ناعسين كتكون الصحه ديالنا كتحل وكيدوروا دوك الهرمونات، اي وصفه كليتوها من المور العشاء هي كتخدم للغلط. هاد الوصفه هادي بغيتكم تتبعوها، راه كتبان النتيجه ديالها على 15 يوم، وبغيتكم تتبعوها ومزيانه غير هاد الوصفات هادو، والله الا غادي نقول لكم راه فعالين وكيعطيو النيت الغلط على الصح. المراه اللي السلام عليكم خوتي خواتاتي داخل الوطن خارج الوطن، كي درتو لاباس يا يعني المتتبعين ديالي العزاز؟ كي درتو لاباس؟ لاباس عليكم، كنبغيكم بزاف بزاف، وداخل الوطن وخارج الوطن وجميع الدول العرب كنبغيكم بزاف بزاف المتتبعين ديالي. ما يتعلم هي مزيغنين لا كل التاريخ بزاف بزاف هي مزيغنين. بغي دي خاونتي هالوصفه غودان فين ونال هادي صحو صحه افلان الصح صح دي غودان. ولي ودابا خوتي جيتكم بواحد الوصفه تاع الغلط. هاد الوصفه هادي عطاتها لواحد البنت في الخاص وقالت لك خالتي علاش ما حطيتيهاش في القناه ديالك، حيت قالتها لواحد البنت، قالت لي اودي راه ما لقيتهاش كندخل القناه ديالها ما حطاتهاش، وفاش هضرات معايا قالت واش ما حطيتهاش، قلت لها لا، قلت لها دارتها واحد البنت قدامي صححت وقلت لها حتى انت، قالت لي يا خالتي دابا راه وليت صححت على الصح، دابا غير حطيها في القناه ديالك، راها اش غنقول لك راها مجربه وفعاله وكتعطي الغلط والمنطقه الانثويه كتغلظها والحنيكات. قلت لها دابا ملي قلتيها ليا على الراس والعين غادي نحطها في القناه ديالي. عندنا هنايا الصوجه، والصوجه اش غنقول لكم راها زوينه، ديروا بها حتى العصير تفزقوها وطحنوها هكا مع الماء وتشربوها، اش غنقول لكم فعاله. عندنا هنا النافع، ها هو النافع البلدي، مزيان القولون العصبي والبروده ومزيان هو الاعصاب، داكشي باش كنخلط لكم مع هاد الوصفات هادو، مزيان هو الاعصاب خصكم ديروه، راه النافع اش غادي نقول لكم راه فعال، وتا هو تيغلط بوحدو تيغلط اللي كيشربوه كمع الماء راه مزيان. عندنا هنا اللوز، اللوز راه اش غنقول لكم اللوز راه زوين ومزيان حتى للذكاء ديال المخ ديالنا، مزيان اللوز وتيعطي حتى هو الغلط، اش غادي نقول لكم زوين. وعندنا هنايا الحلبه، هادي الحلبه البلديه باش غتعرفوها المتتبعين ديالي، الحلبه البلديه كتكون هي رقيقه وكتكون فيها الحموره، هادي هي هادي هي الحلبه البلديه. دابا انا كنعاود ولا قلت انا تنشري انا هاد الحلبه هادي البلديه كتكون عندي في الدار، الا كانت شي خطره ناقصه ما كنقدرش ناكل كنشربها، ملي كنلقى تحت عينيا هكا كحل راه كنشرب الماء ديالها كتصفي الكبده، الحلبه البلديه وكتعطي الصحه على الصح، راها مزيانه وبغيتكم تتبعوها يا المتتبعين ديالي. وهاد الوصفه هادي مزيانه، غادي ندوز نطحن هاد الصوجة وغادي نطحن هاد النافع ونطحن اللوز وغادي نطحن الحلبه، وغادي نوريكم الطريقه ديالها المتتبعين ديالي باش غادي ديروا الطريقه ديالها. دابا خوتي هي فين طحنتها، عندي هنايا ها هي الحلبه طحنتها، كنديرها بقايا معلقه صغيره د الحلبه ما كنعمرهاش بزاف، كنديرها في الماء. حقاش شحال من وحده كتقول لك خالتي انا ما بغيتش الحليب ما كيعجبنيش الحليب معاه، كندير هاد الوصفه هادي ديرها مع الحليب، الا عندك حليب كامل الدسم ديريه، ما عندكش ديري مع الماء السخون، هذا راه الماء سخون، كديروا الحلبه بحال هكا، كنديروا النافع معلقه بحال هكايا في الماء سخون، معلقه ديال الصوجه عامره، هاد المعلقه هادي ديال الصوجه عامره، وكنديروا معلقه نتاع هاد اللوز مطحون معلقه عامره بزاف، بسم الله حتى كنخلط هاد الخليط هكا مزيان باش وريت لكم انا هاد الطريقه. ها الحلبه مطحونه، ها النافع مطحون، ها هي الصوجه طحنتها، وها اللوز طحنته. بغيتو تخلطوا هاد المكونات كلشي في واحد الجبانيه خلطوهم وتبقاو تهزوا معلقه هكايا حتى كتخلطوا مع الماء اللي تيكون طايب. دابا كتشوفوا هاد الشيء اللي درت هكايا ها، وخليوه حتى كيبرد الماء، ملي كيبرد كتشربوه كاس قبل من المور الفطور وكاس من المور العشاء، كثر ليا من المور العشاء. شنو نقول لكم؟ من المور العشاء ملي كنكونوا ناعسين كتكون الصحه ديالنا كتحل وكيدوروا دوك الهرمونات، اي وصفه كليتوها من المور العشاء هي كتخدم للغلط. هاد الوصفه هادي بغيتكم تتبعوها،
راه كتبان النتيجه ديالها على 15 يوم، وبغيتكم تتبعوها ومزيانه غير هاد الوصفات هادو. والله الا غادي نقول لكم راه فعالين وكيعطيو النيت الغلد على الصح. المراه اللي حامله ما تشربهاش، واللي كترضع غير تشربها، اللي عنده السكر غير يشربو، اللي عنده الطانسيو غير يشرب هاد الوصفه هادي، اللي عنده الدراري الصغار من 10 سنين الفوق غير عطيوها ليهم، راها مزيانه ويوليو ياكلوا ويوليو الدراري تيوليو يغلاضوا، والعيالات الكبارين ولا بنات ولا ولاد اللي بغاو يصححوا الدراري ما يشربوهاش، حيت فيهم هاد الحلبه وهاد النافع ومع السوجا ما خصوش يشربوها الدراري، حيت هادي كتعطي الغلد للمناطق الانثويه وكتعطي الحنيكات. والرجال لا، الا بغاو يديروا غير سميتو الا عنده الاعصاب، الا عنده الاعصاب يدير هذا النافع هذا يشربوه بوحدو. اللي عنده الاعصاب في الدري الله يحسن العوان تيكون فيهم الاعصاب، يديروا غير النافع في الماء السخون ويشربوه مزيان ليهم. الا الغلد كتشركوا هاد المكوناتين كاملين بربعه بهم وتتشربوا مع البنات. وبغيتكم تتبعوها، تبعوا هاد الوصفات هادو، راهما تيعطيو النتيجه وكتبان على 15 يوم. بغيت تشربيها شربيها من المور العشاء، وقبل من المور الفطور مين تفطري شربي، ومن المور العشاء شربي كاس. وبغيتك تتبعيها، بغي عندك الحليب ديري شربي، بغيتي ديري في دانون ديري. انا في الماء هذه الوصفه ديال الماء، حقاش البنت قالت لي خالتي ما كنشربش الحليب، ومني درتو غير مع الماء عطاني النتيجه وراني غلاضت. ديريها في القناه ديالك، وبغيتكم المتتبعين تبارطاجيو للناس اللي ما باش يلحق لهم هادشي ديال الوصفات ديالي. كنشارك معكم غير حاجه مزيانه، وهادشي ديال الغلط باش البنات اللي بغاو يستافدوا ويصححوا، ما فيها حتى شي حاجه اللي غادي يدير الضرر. هادو راه مزيانين غير وصفات طبيعيين، وبغيتكم ابنياتي تتبعوهم وتبارطاجيو مع الناس وديروا ليا جيم، وربي يكبر بيكم والله اللي غادي يجازيكم من عنده. وبسلام عليكم حتى الفيديو الجاي، وراه مزيانه هاد الوصفه هادي. ها نتوما كتجي بحال العصير ها، والمراه اللي حامله ما تشربهاش، انا ما نبغيكمش تعطوها، ولا كانت ترضع غير عطيوها راه تشربها، راها مزيانه وراها زوينه هاد الوصفه هادي. بسم الله، غير اللوز غير السوجا النافع الحلبه، اللي ما بغاتش دير الحلبه ما ديرهاش. وبغيتكم هاد الوصفه هادي تتبعوها المتتبعين ديالي. بالسلامه عليكم.